لكن هل هذه الدولة للأسف مهددة هناك اليوم؟ هناك كثيرون مهددة بالفعل في ظل حكم المجلس العسكري الذي هو في النهاية معادي للثورة المصرية، وعندنا أسانيد كثيرة من أول شريط للفيديو على يوتيوب للواء الرويني من أعضاء المجلس العسكري عقب موقعة الجمل مباشرة، وهو يتهم الثوار بأنهم يفتعلون وأنه لم تكن هناك موقعة وأنه لم يكن هناك شهداء. ثم أنا شخصيا عندما قابلني أيضا أحد أعضاء المجلس العسكري وقال لي أن منظمات حقوق الإنسان هم عملاء، وأن الثوار والثائرات كانوا يمارسون الزنا في الميدان، وأننا قبضنا بالدولار من أجل الثورة. وهذا ما حدث بالفعل النهاردة، نزل العساكر وهم في حالة من الكراهية والغل تجاه المعتصمين، وهم مشبعين بأنهم يقضون على البلطجية وعلى الزناف الذين يزنون في الميدان.